وأوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن مصر تكتب اليوم التاريخ من جديد بنهضتها وتماسك شعبها، مشيدا بجهود الرئيس السيسي باعتباره مثالا للقائد الشجاع. كما أضاف العليمي أنه تباحث مع رئيس السيسي بشأن الجهود المبذولة لتوحيد مؤسسات الدولة اليمنية وإصلاحها. إن مصر تكتب اليوم التاريخ من جديد بنهضتها وتماسك شعبها والالتفاف حول قيادتها السياسية ممثلة بأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي صار مثالا للقائد الشجاع وصمام أمان لبلده وشعبه العزيز وملهم لنهضة عربية حديثة إن شاء الله. لقد تحدثت لفخامة الأخ الرئيس حول مستجدات الوضع في بلادنا والجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي من أجل تحسين الأوضاع في المحافظات المحررة خصوصا على الصعيدين الاقتصادي والخدمي وتوحيد مؤسستي الجيش والأمن وما تتطلبه هذه الإصلاحات من إسناد ودعم من أشقائنا في جمهورية مصر العربية.